الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصلاة وسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد وبرنامج كني سيالي قبناد أحكام القرآن وتجويدي برنامج كي في بيت قبناد وحين نقصه فرمي أحكام كنون تساكرة يتنوين أفرقون يقعدنا شيء إظهار يدغام يطلاب يخشى إظهار لحرف بقاطة لحرف يكمل الحروف في جاي كما يكدم مران تموينتا إلى نوت ساكرة ولا إظهاريني إدغام كان لحرف الحروف في جاي إلى أن حرف كملة مرقي كدب العان نوت ساكرة تموينتا ولا إدغامي إخلافنا وهل حرف كملة إلى أن حرف الحروف في جاي ولا إخلافي إخفانا الله سنة طبعاً حرف هل كان إن شاء الله برأمج كان في غالي طبعاً روحاً قرآن دورنا نمت فاكرة دا أحكام تالي عند حكومة غالطة الإخفاء الإضغام الإظهار دورما إيا نمت فاكرة دا الإخفائية وعلى الإخفائية حرف حروب في جاهي كم دا مركي هو دبرده حرف كاسو حرف وبا ولا يخفين يا نمكي نتالهم ويومهم بارزون إخفاء مرحة للا إخفاء شفوي نواري مبوى اللغم العالي أولا لو لا حرف يعني نمكي البابا حكا صباحان بشنها ثانيا إخفيه حقيقها معهم وكان هو شفوي كي حقيقها يكن فرج وعود حية معنى طرف اللسان لا يقرع مخرج النون عند إخفاء الحقيقي معنى عرف كدرس كيسة نون تمخرج كيسة ما صابنا إياه إخفاء حقيقية لكن إخفاء شفوية مخرج كي وابجه هذا كلية معنى رغالي لها تقليل انقلاب الشفتين وتخفيفه جدا مع نتيان دخمة ظاهرة شفتينك انقلاب قوضي على يرين يا وعلى تقسيسين يا قلنا ظاهر أنا ظاهر معنا يا مركا هو بكلوان الله يدغام وكما يو يدغام لا يدغام مين تساكر هذا وحال يدغام مركا هين كلا دوا دعوه مثال هانا ولكم ما كفرتم وهم ما يشاءون عند ربهم مين كي مين بعد دوا دعوه ولا يدغام يا يدغام كاسنا وحال يدغام مثلين سطير يدغام سطير يدغام الكبير أيوة أيوة كلام نقوم دورنا أيوة تفهم ركالة وشكلها أيوة ثاني إدغام بمثلها أتا وفن إدغام صغير هي فتا موضوع ده نوصل صعدة البرنامج كده كم ده أيوة مقارن دورنا إدغام ك صغير كي كبير كي أيوة إن شاء الله هو ممكن تدعب وإظهار الشفوي هذا هو نوصل أصلا إظهار الحلقي إظهار كأفرق يوضع مغضاء إظهار الحلقي إظهار الشفوي إظهار مبلغة إظهار غمرية إظهار حلقي ونصوب برمي فكان واحد برمي إنه إظهار شفوي وحاجر إظهار مضلغات ونصوب برمي إظهار غمرية أنا وبرمضان إن شاء الله أفضل إظهار بك لكرة برمى الله إظهارين يا مركب مين تساكن أنا أقول في جائقة بعد وصوق على ما إخفى شفوي وصوق على ما مين كون صوق على ما إدغام ما وصوق على ما إدغام الصغير مين لا تنحر بحري ليه لا تنكا حرف با ولا إظهارنا يا إظهار كاس مركب على إظهار شفوي مين كي ساكن الله والمغانسة مركب حرف حروف تليه لا تنكا حرفة وكذب دوا يكون حقال له إلى عالمي يا ملي مين ساكن الله وودة يفادة من كبلا حروف تي كلا أصابت كان في واحد هاي وودة وكلا مين كي اسكو مخرج بيه نقلان فادة وكلا وودة وودة هاي شفتين كي وودة كسوالة بحان بس كمغرد مركزيس سودرمان هو ده معنى آدو موتشي فكتنا اللي يالغادرين فادو وكلا شفتين هو سيكسو بحضا معنى وفادو وكلا سكو مخرج دويجين وفادو وكلا كسو بحيث بي برنو شفت السفلة مع براف الثنايا العليا بكسو بحيث مركزو سكو وسكو جرد دويجين لكن هو حاج مخرج عادي النقضي وودي مينكي مخرج بين نقدين لو طبعا كسوا ولا بحان الشفتان إذا كسوا بحان وقال يا مينك يا نونك دي شدين يهين
فممكن الله على سارة أظن على سارة أظن أنا فيها لبا لبا حركة لشيء ده كده من الجنة والناس وكذا إن وكذا همت وهم فهم من ثم ضمع سترى وهن مما ثم نون شديدة وسمي كل حرف هن تنبدا وحرف على صوت حقيقة وهن ده مركب وصوت كذا من قبل كذا بحر نفس ميمك يو نونك وقصد لارا قد معانا ولي مغرب كذا واصل قرارك مغرب كذا نوال الله حركة جيريسة حركة نوال فرط الله أما فرط الله في ديه أما كنت طبعا يا رقاب نظر ورأي مركب ونصر شاقني طبعا كان مكان ميمك مركب الإخفية مركب الإبغامه مركب الشدو ميمك مخفاق كاها فرميهم لعجارة يمينك مبغم العهد ولا ما كسرتم وكلا يمينك مشددة دا عما وكلا ما كتلا وكلا ممكن الله يخفية إن كنتم وكلا مدى مبغم العهد نونك مبغم العهد نونك مركم مبغم العهد من يعمل وكلا نونك مشددة دا إن الذين وكلا نونك الله يغلابية نونك الله يغلابية وكلا أنظرك وكلا مركب نونك اللي اغلابين ايا ان بوريكا فنونك اللي اغلابي هلكا او هكوا جوتا تبوبا توين والله اخفيي يتوين والله يتغامي يتوين والله اغلابي توين اللي اخفيي وكلا هواي قولا تغطيلا وكلا وتوين اللي اخفيي توين اللي اغلابينا غرق يجعلون وكلا غرق يجعلون وكلا وتوين اللي اغلابي توين اللي اغلابي سميع توين الإغلابين وسميع بصير وحكا وثمان كاتوي أما كنت يا غنبا شان مرتفع للعي المشدد والمبغم والمخفى الساكن المظهر والمتحرك مرتفع هو كامل سنتا مشدد كمبغم كاكوفيجا مخفى كوفيجا مظهر كمتحرك أسوأ غنبي بشكت من الجزائر وأثناء معي وهنا في المخرج وهذا في الشوم وهنا المخرج كده وأثناء قرارك رامز كان مستقال لي فمن أرد أحكام القرآني وتجويد به أنت سنكسر بذكريني بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.